فكرة المطعم جات لنا ازاي؟ هو انا الاول كان عندي بيج على الفيسبوك ان انا بعمل الاكل. فكرة ان انا اعمل الاكل ده من صحابي وماما واخواتي، ان انا اعمل الاكل واعمل الصفحة دي. بعد شوية بقى قالوا لي طب ما نفتح مكان وماما وخالته، بس بقى وابتدينا من هنا ندور بقى على مكان. بس قصتي مع الأكل، أنا مش شخص أكيل مبدئيا يعني، لكن أنا بحب المطبخ، يعني بحب قعدتي في المطبخ، بحب أنا أصحابي بستقبلهم في المطبخ، نقعد نرغي ونحكي. يعني مين علمني الأكل؟ ماما وجدتي. كنا طبعا بعد المدرسة كنا بنروح نقعد في الأجازة مع جدتي، فبنبقى طول الوقت بقى هي بتعمل لنا كل حاجة، طول الوقت هي بتعمل أكل. وماما طبعا يعني احنا كان بتعلمني شوية حاجات، وأول ما خلاص يعني اتعلمت كلها ماما خرجت من المطبخ بقى. هي في الأول كانت فكرة غريبة بالنسبة للناس يعني، بس أنا يعني شايفاها إن هي مش غريبة خالص، يعني الست ممكن تقدر تعمل حاجات كتير. فكرة الطبلية جت من البداية من سمر بنت أختي، إن هي بتطبخ حلو صحابها بيحبوا أكلها، وهي كانت بدأت تعمل كده من البيت يعني، فحبينا نطور الموضوع وقلنا نعمل مطعم يعني. اخترنا المكان يكون هادي، وهي سمر الشيف الأساسية، وإحنا يعني كل واحد بيقوم بدوره يعني، وهي الطبلية عبارة عن بيت أكتر ما هي مطعم يعني. طيب من البداية هي مامتي الله يرحمها أكلها كله حلو جدا ونفسها جميل يعني في الأكل، حتى كل الناس بتشهد بكده، فإحنا كعيلة ورثناها يعني، أنا وأختي وبنات أختي وحتى بنات الصغيرين لما بيعملوا حاجة بتطلع طعمها حلو الحمد لله يعني، دي نعمة يعني بنحمد ربنا عليها. فهو دي البداية إن أنا اتعلمت من مامتي وبنعلم بقى الأجيال الجديدة. هو المكان بيديره 5 ستات زي ما هو مشهور إعلاميا يعني، ما كانتش مقصودة في البداية إن هي بس الستات اللي تدخل في الموضوع، بس الموضوع إنه أختي الكبيرة وأنا ابتدينا الفكرة مع سمر إنها بتطبخ، فقلنا نعمل، والبنات الباقيين بيساعدونا كل حاجة، كل واحدة فيهم بتعمل دور معين، فمن هنا بقت 5 ستات يعني، أنا ومنى والثلاثة بنات أختي. الفكرة إن طبلية بلدي كانت فكرة كده بنتكلم وإحنا قاعدين أنا ومديحة وسمر، ان سمر بتحب تعمل الاكل وكانت عايزه تنزل شغل، هي خريجه حقوق وما حبتش تشتغل في المهنه، فكانت بتقول ان انا عايزه محل صغير اعمل فيه اكل، يعني اكل ان شاء الله يكون محل صغير. فانا ومديحه يعني قلنا لها لا ناخد مطعم وننزل ندور. فانا شغلي هنا في وسط البلد في الضرايب، فكان فرصتي ان انا ادور حواليا. فبعد تدوير كتير لقيت المكان ده، المكان ده الشارع كان مهجور والمحل ده مقفول بقاله 16 سنة، يعني كان مقل الكلاب والفيران وكل الحاجات. فلقيته شبه فكرتي يعني، شبه الصورة اللي عايزاها، ان انا اعمل بيت حتة منه تراب زي بيت البلد، حتة منه بلاط، الطبلية اللي تربيت عليها تبقى موجودة، حتى الديكور كنت مش عايز اخرج بيه كمطعم يبقى بروفيشنال يعني، انا عايزة حاجة في البسيط، حاجة شبه بيوت، بيوتنا في البلد وبيوتنا في البلد. فجبنا جبت كمان حاجات من سمر، جابت حاجات من بيتها وانا حاجات من بيتي وحاجات من عند ماما، الحاجات التحف والحاجات اللي هي الاثريه دي، لان احنا في اصلنا بنحب الطبيعه والزمان يعني، بنحب الستايل القديم يعني. دي لانها طبيعه، انا عندي 3 بنات واختي هي اللي اشتركت معانا، فاحنا بقينا 5 ستات انا واختي و3 بنات. ومش اعتراضا على الرجاله تشتغل معانا او لا، بس هو المكان حاسين ان احنا فيه حريه واحنا مع بعض بنغني بنحضر بنعمل، وزي ما في مشاريع كتيره رجاله بس بتعملها ففي ستات بس بتعملها. وانا من الناس اللي ما عنديش فرق بين راجل وست، عندي فرق ان الشخص قد الالتزام او لا.